مشاهدينا الكرام مساء الخير، اهلا بكم. حلقه جديده من القاهره من الان وحتى منتصف الليل كالعاده، تغطيه اخباريه متواصله ومتابعه اخباريه شامله لاهم الاحداث وتطورات الاحداث خلال اليوم، مع تحليل بالتفصيل لموضوع رئيسي في حلقتنا النهارده. هيتناول تطورات المشهد الامني في مصر بالتاكيد بعد موقعه كرداسه او حادثه كرداسه، ويعني القبض على الارهابيين يعني نشر العنف والبلطجة في قرية كرداسة أو منطقة كرداسة لفترة طويلة. بعد شهر أخيرا قوات الأمن حررت كرداسة من قبضة هؤلاء الإرهابيين، واستشهد فيها طبعا الله يرحمه الشهيد اللواء نبيل فراد مساعد مدير أمن الجيزة. ده موضوعنا الرئيسي النهارده، هنتناوله بالتفصيل والتحليل بعد عرض سريع لأهم الأخبار اللي حصلت النهارده. الحدث الرئيسي بالنسبة لنا طبعا هي الشهادة، الجنازة المهيبة اللي شهدتها مصر النهاردة لشهيد مصر البار الست اللواء الشهيد الله يرحمه اللواء نبيل فراد مساعد مدير أمن الجيزة، اللي استشهد في كرداسة. شيعت الجنازة من مسجد آل رشدان. الجنازة تقدمها رئيس الوزراء دكتور حازم الببلاوي، اللواء فريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ودكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة، والفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وبالتأكيد أيضا كان مشارك فيها كل لواءات وزارة الداخلية والمساعدين الوزير والمسؤولين في وزارة الداخلية، على رأسهم اللواء أسامة الصغير مساعد الوزير ومدير أمن القاهرة، اللواء كمال الدالي مدير أمن الجيزة، اللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني. وبالتأكيد بقية القيادات كلها كانت حريصة على التواجد في الجنازة وتوديع اللواء نبيل فراد رحمه الله رحمة واسعة، ويعني ألهم أهله الصبر والسلوان. حقيقة كان في كمان النهاردة يعني تقدم الجثمان، حملت باقات الزهور وضباط من وزارة الداخلية والقوات المسلحة وفرقة موسيقى الشرطة عزفت الموسيقى الجنائزية في مشهد أبكى المصريين جميعا على شهيد الواجب. كان في مروحة في سماء منطقة النصب التذكاري. الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية كمان ألقى خطبة الجمعة اليوم تناول فيها منزلة الشهداء عند الله. يعني أضاء يعني هو قال إنه الشهيد بيجود بنفسه لمحاربة الفساد في الأرض، وإنه يعني رحمة الله عليه اللواء نبيل فراد شهيد كرداسة قتل غيلة لأنه متكلم كلمة حق عند سلطان جائر، والسلطان الجائر هنا ليس هو الحكومة أو صاحب السلطة كما يقول المفتي، لكن السلطان الجائر هو الذي استولى على كرداسة وأرهب الناس وأصبح سلطان جائر وفاسد وفاجر. والشهيد وكافة قوات الأمن ذهبت إليهم حتى تطمئن الناس وتحميهم من هذه الفئة الضالة. صحيح هو الله يرحمه مات بأجله، ولو أنه نام لمات في تلك الساعة أيضا التي قبضت فيها روحه، ولكنه الآن أصبح شهيدا عند الله يشفع في 70 من أهل بيته، وأصبح يتمنى الإنسان لو كان مثله قد نال الشهادة التي طلبها الكثير من المجاهدين رحمة الله واسعة على شهيد الواجب اللواء نبيل فراج. حقيقة لازم برضو وإحنا بنتكلم على الحادثة هنا نتكلم على نقطة مهمة جدا، هي تصريح مدير مصلحة الطب الشرعي بالأمس إنه العيار اللي أصابه من 9 ملي على مسافة هو زي ما قال تتجاوز المدى القصير. هذا اللفظ يعني استخرج من السياق واستخدم خارج السياق، واستخدمته بعض القنوات يعني على رأسها قنوات الجزيرة تحديدا في تقرير لها، أخذت الجملة قصيرة ومطورة عشان تشير إلى أنه النيران التي قتلت الشهيد اللواء نبيل فراد هي نيران الشرطة، وأنه أصيب من منطقة يعني من مكان قريب، لكنه أوضح بعد ذلك أنه مكان قريب ده مش معناه أنه مسافة قصيرة، أن هو ممكن تتجاوز كذا متر، فبالتالي هي ممكن تيجي من منطقة يعني قريبة نسبيا لكنها يعني من خلال من على السور الموجود هناك، أو يعني بيطلق ما يطلق عليه الكورنيش عند الترعة اللي ممكن يقف عندها اي حد ويطلق النيران. فبالتالي محاوله البعض للترويج لفكره
فكره انه من قتل اللواء نبيل فراج هو يعني حد محيط بيه، يعني فكره مغلوطه وفكره حقيقه مش صائبه، ونرجو يعني يهيب الاعلام ان هو يتحرى الدقه ونقطع التهم جزافا. برضه يعني اتقال على لسان ابنه كذبا انه قال انه بيتهموا الشرطه، هو طلع ابنه بنفسه النهارده وكذب الموضوع ده وقالوا ده يعني حد استخدم اسمه، فيعني كفانا ترويج لاشاعات ومغرضه ومعلومات مغلوطه للتاكيد على فكره معينه. الفكره دي بالاساس بيروجها الاخوان وقالوها صراحه في مواقعهم المختلفه انه يعني الشرطه هي من قتلت اللواء نبيل فراج، لكن يعني تقرير الطب الشرعي يوضح غير كده، والتحقيقات اكيد هتثبت غير ذلك. على كل حال احنا فقدنا اللواء نبيل فراج، ربنا يرحمه رحمه واسعه من عنده، ويصبر اهله يا رب، ويعني ويصبرنا جميعا، وكفانا كفانا ما يحدث في مصر من قتل. برضه هنتكلم على احداث كرداسه. محامي نائب العام المستشار هشام بركات امر بحبس مجموعة 80 متهم في أحداث كرداسة لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات اللي بتجريها معهم النيابة. استدعت النيابة العامة متهمين، أسندت إليهم تهم جرائم إرهاب وقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة، وشروع في قتل آخرين من قوات الأمن المصابين من قوات الشرطة، والانضمام لجماعة مسلحة بغرض مقاومة رجال السلطات العامة، استخدام العنف، فرض السطوة، إحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء بغير ترخيص. خبر متعلق برضو بمسألة الحبس وكده، النائب العام برضو أمر بحبس 12 متهم في أحداث اقتحام نادي الزمالك لمدة 15 يوم احتياطي. طبعا احنا عارفين اللي حصل من الوايت نايتس ان هم حاولوا يحصروا أو حصروا بالفعل مقر نادي الزمالك، وحاولوا يقتحموه ويتعدي على أفراد الأمن وإدرام النيران بعدد من منشآته لإطالة الفوضى. يعني طبعا تفاصيل الخبرين دول الخاصين بالنائب العام هيكون معانا على التليفون دلوقتي الاستاذ علي حسن نائب مدير تحرير الف شين الف المتخصص في شؤون النيابه والقضاء، لديه اكيد المزيد من التفاصيل. استاذ علي مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك استاذ علي. يعني عندنا خبرين متعلقين بالنائب العام، حبس 80 متهم الاول في احداث كرداسه، تفاصيل هذا الخبر. وفي الحقيقه بالفعل النيابه العامه عقب نشوب الحدث مباشره، كان النائب العام اصدر توجيهات وبسرعه اجراء التحقيقات في هذه القضيه وسرعه ضبط الأثناء. رجال الامن بالفعل تمكنوا رغم الظروف الصعبه، استطاعوا الحفاظ على ارواح هؤلاء الجناة، وتم القاء القبض عليهم او على الغالبيه العظمى منهم. وبالفعل باشرت النيابه تحقيقاتها مع 80 متهم منهم وخرج حبسهم لمده 15 يوما على ذمه التحقيقات، في مقدمه ما منسوب اليهم قتل شهيد مصر البطل اللواء نبيل فراج مستعد مدير امن الجيزة عليه رحمه الله. وطبعا كما نعلم شرعوا في قتل اخرين من قوات الامن ولينا خاصه رجال الشرطه المصابين، وايضا انهم انضموا لجماعه مسلحه غرض مقاومه رجال السلطه واستخدام العنف وفرض السطو واحراز اسلحه ناريه ومفرقعات وذخائر واستخدام كل هذه الامور في نشاط يخل بالامن والنظام العام. النيابه العامه سوف تقوم خلال الساعات القادمه باجراء معينه لمكان الحادث. هناك اعداد اخرى من المتهمين في هذه القضيه، تجري سلطات الامن القاء القبض عليهم تمهيدا لتقديمهم للنيابه العامه. هناك متهمين اخرين القي القبض عليهم سيمثلون امام النيابه العامه للتحقيق معهم. يعني ده 80 دول مش كل الاعداد اللي تم كل الاعداد لا، في اخرين القي القبض عليهم وفي اخرين مطلوب القاء القبض عليهم، هذا فضلا عما يمكن ان تكشف عنه نتائج التحقيقات التي تجري من وجود متهمين اخرين ايضا ينتظر ان يتم صدور قرارات بإلقاء القبض عليهم. إلى جانب أن المواطنين الشرفاء كل من لديه معلومات
عن من شاركوا في هذه الجرائم وارتكبوا هذا الاسم الكبير في حق مصر ان يقوم بالابلاغ عنهم، وكل من راى هذا الامر رائع اي جريمه وقعت. احنا شفنا يعني تعاون كبير من اهالي كرداسة مع قوات الامن في الابلاغ عن بعض العناصر الارهابيه. لان هل صحيح انه في سيده اعترفت بان هي القت بنزين على جثه الضباط اللي كانوا في اسم كرداسة في الابلاغ؟ الحقيقه البيان الصادر عن النيابه العامه لم يتضمن ذلك الامر، لكن هذه المعلومه تناقلتها بعض المواقع الالكترونيه وبعض الفضائيات، لكن لا غير مؤكده رسميا. لان البيانات الصادره عن النائب العام حتى الان لم تتضمن تلك الواقعه. طب استاذ علي، هيتم في تحقيق بخصوص اللواء نبيل فراج يعني بخصوص مقتله، هيكون في تحقيقات للتعرف على التحقيقات ما زالت متواصله بهدف التعرف على من ارتكب هذه الجريمه النكراء على وجه التحديد وتوجيه التهمه إليه حينما يثبت أنه هو الذي قام بارتكاب هذا الجرم. التحقيقات تجري، أجهزة الأمن تقوم بدور كبير جدا بإجراء التحريات. إن شاء الله توصلوا بإذن الله للواقع. أستاذ علي، الخبر الثاني متعلق بحبس 12 في أحداث اقتحام نادي الزمالك، تفاصيل الخبر ده يا فندم. هو بالفعل امبارح تم إلقاء القبض أيضا على 12 متهما وأشيروا إلى النيابة العامة التي بشرت التحقيق معهم وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات. التحقيقات أيضا ما زالت مستمرة. المتهمين ارتكبوا بالفعل أعمال عنف وبلطجة بالنادي، والنيابة أيضا نسبت إليهم ارتكابهم لجرائم الانضمام لجماعة إجرامية بغرض تكسير السلم والأمن الاجتماعي ومقاومة السلطات وحيازة المفرقعات والحريق العمدي. النائب العام المستشار هشام بركات امر ايضا بتكليف جهات البحث الجنائي بسرعه التوصل لبقيه الجناه من مرتكبي الحادث وتقديمهم للنيابه لاستجوابهم والتحقيق معهم، لان من قام بهذا العمل امام نادي الزمالك لم يكن 12 شخصا فقط، بل هناك اخرين شاركوا في هذه الاعمال، وجاري التحري عن اسمائهم تمهيدا لالقاء القبض عليهم ومسؤولهم امام النيابه العامه للتحقيق معهم. شكرا لك استاذ علي. استاذ علي حسن، نائب مدير تحرير الف شين الف ومتخصص في شؤون النيابه والقضاء، شكرا جزيلا على هذه التفاصيل. للاسبوع الثالث على التوالي بتفشل التظاهرات التي دعا اليها ما يسمى بتحالف الدعم الشرعيه الذي يضم مؤيدين لتنظيم الاخوان. انتهت التظاهرات اليوم بعد الاشتباكات في بعض المحافظات. في يعني حديث من الصحه ورجو يعني يكون في تاكيد عن قتيلين 43 مصاب. في اشتباكات كان في حوالي 5 محافظات النهارده. الاتحاد كان دعا في بيان له تظاهرات تحت شعار أسبوع الشباب عماد الثورة. هذه الدعوة وفقا للتحالف تتزامن مع عودة الطلاب لدراستهم في الجامعات والمؤسسات التعليمية الثقافية المختلفة. يعني عايزين نعرف هل ده يعني هل هذه تظاهرات اليوم تمهيد لمظاهرات هتحصل في الجامعة، ولا هي تحميس للطلاب عشان يقوموا بالمظاهرات، أو لعمل إرباك مروري مثلا في البلد في بداية العام الدراسي؟ يعني هنشوف هدف هذه الدعوة إيه. نتمنى إن ما يكونش الهدف زي ما هو معلن دلوقتي. هناخد يعني مجموعة من التفاصيل من مراسلينا في عدة محافظات للوقوف على آخر التطورات. نبدأ بالزميل محمد التماوي مراسل النيل من الإسكندرية. محمد مساء الخير. تحياتي لك إلهام ولكل السادة المشاهدين. أهلا بيك. إسكندرية كان فيها يعني مظاهرات النهارده، كان فيها أحداث يعني عنف شوية. بالفعل يعني إسكندرية كالعادة كل يوم جمعة هناك دائما مسيرات لتنظيم الإخوان المسلمون، وكالعادة أيضا هناك حالة رفض شعبي لهذه التظاهرات. يعني هذه الجمعه تحديدا كانت يعني الشكل اكثر قسوه من جانب المواطنين في مواجهه هذه المسيرات والتظاهرات. يعني تم يعني التعدي على هذه التظاهرات والتصدي لها في عده مناطق في الاسكندريه، سواء في منطقه الشطبي او في منطقه تمشيجار او في منطقه السيوف. حدثت اصابات كثيره من الجانبين، يعني المعلن ومن مصدر رسمي يعني حتى الان هناك 8 اصابات، 6 منها بالقبطوس و2 اصيبوا طعنا بالسكين نتيجه هذه
الحنيفه اللي قوات الامن تدخلت على اثرها في عده مناطق ايضا واطلقت الغازات المسيله للدموع، وتم القبض بواسطه قوات الامن على اكثر من 35 عنصر من العناصر المثيره للشغب. يعني هذا الامر بيتاكد اسبوع بعد اسبوع. انتهت المظاهرات يا محمد والحظر المفروض دلوقتي على اهالي اسكندريه؟ بالفعل المظاهرات لاول مره يعني عودتنا الامور كل يوم جمعه ان التظاهرات تنظيم الاخوان تنتهي في السابعه مساء، لكن هذا اليوم ربما لحاله الرصد الشعبي الكبيره جدا يعني انتهت المظاهرات في الرابعه عصرا، وهذه اول مره تحدث يعني ربما من حجم الغضب الشعبي تجاه هذه المسيرات وهذه التظاهرات. هذا هو الحادث الابرز يعني. شكرا لكم جدا على هذه الصورة المفصلة التي أتتنا الآن من الإسكندرية. أنتقل إلى محافظة السويس ومن هناك مراسلنا إيهاب ويليام. إيهاب مساء الخير. مساء الخير إيهاب، الوضع في مدينة السويس؟ يعني يمكن في تمام السابعة بدأت إجراءات حظر التجوال اللي بتطبقها عناصر الجيش الثالث الميداني في محافظة السويس بكل حاكم. انتهت بالفعل المظاهرات اللي كانت قد بدأت عقب صلاة الجمعة اليوم، وخرجت من ثلاثة مساجد في أنحاء محافظة السويس. يمكن على غير المعتاد شهدت السويس اليوم بعض الاشتباكات من هذه المسيرات اللي بتضمها آثار الرئيس المعزول وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وعدد من الأهالي اللي استفزهم للغاية الحقيقة الهتافات والشعارات اللي رفعتها هذه المسيرات، واللي كانت بتندد بالقوات المسلحة وبقيادتها وتندد بالعديد من الأجهزة المعنية في أنحاء البلاد زي القضاء والشرطة والإعلام وكافة المؤسسات اللي افترى أنها بتترصد في هذا التنظيم. الحقيقة نهائي هذا الاستفزاز أدى إلى مواجهة بعض المشاركين في هذه المسيرات، تم إلقاء الحجارة والملطوف وكانت هناك العديد من الإصابات، بلغت حتى الآن 7 إصابات يمكن أغلبها إصابات خفيفة بكسور وكدمات وغيرها، لكن هناك ثمت إصابة واحدة بطلق ناري لم يتم تحديد مصدره حتى الآن. على أي الأحوال انتهت الحقيقة التظاهرات قبل حلول موعد حظر التجوال اللي بيتم تطبيقه كما ذكرت لك في محافظة السويس بكل حزم. يمكن الملاحظة النهاردة أن بعض الأهالي كانوا في حالة من الاستفزاز الشديد نظرا لما شهدته أحداث كارثة أمس من استشهاد أحد القيادات الكبرى في الشرطة، واللي احنا نعلموا أن هو راح ضحية هذا الإرهاب والعنف، وبالتالي كان عنده حالة من الاحتقان من هذه المظاهرات اللي بتتكرر وبتؤدي إلى التأثير الحقيقة على مصالحهم بشكل مباشر وعلى مصالحهم. قارب لإسكندرية مسألة الرفض الشعبي لهذه المظاهرات، أنا بشكرك شكرا جزيلا إيهاب ويليام من السويس. أنتقل إلى صعيد مصر إلى المنيا حيث قرية دلجة والتي شهدت أيضا يعني أحداثا منذ فترة، ربما يكون الوضع مستتب اليوم. معنا من هناك أحمد رفعت مراسل النيل. أحمد تحياتي لك، اطلعنا على المشهد في محافظة المنيا. يبدو أننا فقدنا الاتصال مع أحمد رفعت، يعني سنحاول الاتصال به مرة أخرى. نستكمل مشاهدينا عرض أخبارنا. بداية الدراسة بكرة بإذن الله، كل عام وحضراتكم بخير. محافظة القاهرة والحقيقة محافظات كتير تستعد لبدء العام الدراسي. إحنا بنتكلم على القاهرة النهاردة أنه ما فيش أي تأجيل للمدارس باستثناء كرداسة اللي المحافظ جيزة أصدر أنه تتأجل الدراسة فيها لمدة أسبوع لدواعي أمنية. الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة أعلن استعداد مدارس العاصمة لاستقبال العام الدراسي الجديد وبدء الدراسة في مواعيدها دون تأجيل، مؤكدا على اتخاذ أجهزة المحافظة والمدريات الخدمية ورؤساء القطاعات كل الإجراءات اللازمة لبدء عام دراسي متميز لطلبة جميع المراحل. يعني ممكن سيادة المحافظ شخصيا يطلعنا على مزيد من التفاصيل. دكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة معنا على الهاتف دلوقتي. سيادة المحافظ تحياتنا لحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بك يا فندم. طبعا الخبر بيقول إن المحافظة مستعدة تماما لبدء العام الدراسي، يعني أبرز استعدادات في ضوء يعني ما نرى من تظاهرات ودعوات من تنظيم الإخوان أو ما يسمى بتحالف دعم الشرعية لبعض المظاهرات، كيف تستعد المحافظة؟
يا استاذ الهام، انا عاوز اقول لشاكك انه احنا بنتكلم على يعني على انا انا 20 مليون طالب يدخلوا المدارس في القاهره وغيرها جدل. لا يمكن لاي فصيل ان يعوق 20 مليون شخص عندهم رغبه حقيقيه في ان هم يعني يذهبوا الى الدراسه تحت المسمى اي شيء ممكن يتقال. فانا عاوز اطمن كل اولياء الامور وكل الطلاب انه بدا ان شاء الله تبدا الدراسه في محافظات مصر كلها، طبعا انا بتكلم على محافظه القاهره تحديدا. ان شاء الله الامور يعني تبدا. احنا طبعا عندنا جزء كبير من المدارس بتبدا يوم الاحد، لكن جزء اقل بيبدا غدا ان شاء الله، لكن احنا مستعدين في كل الاحوال. احب مثلا اقول ان المدارس في منطقه رابعه العدويه التي تم تدميرها اثناء فتره الاعتصامات قد تم الانتهاء من تجهيزها مره اخرى لكي تبدا الدراسه. في اكثر من 25 مدرسه اخرى جديده انشات هذا العام، هتدخل في خدمه هذا العام لاول مره في مدارس تم تجديدها بالفعل. هناك يعني مجهود كبير جدا لتجهيز المدارس من الداخل، تجهيز مقاعد الطلبه، نظافه المدارس. في مجهود من الطلبه نفسها. يعني الحاجه الاهم يمكن عايزه يعني تهم اولياء الامور كمان المواصلات، هل وسائل المواصلات متوفره ومؤمنه؟ هل مترو الانفاق هيكون شغال في جميع المحطات؟ والله طبعا انا يعني يسال عن ذلك الشركه المصريه لتشغيل المترو، لكن اللي انا يعني عارفه كويس ان احنا في تنسيق ما بين وسائل النقل اللي بتديرها محافظه القاهره وهي هيئه النقل العام في القاهره وباقي الخدمات ما بين هيئه مترو الانفاق. وشفنا الاسبوع الماضي لما قيل انه هناك محاولات لايقاف المترو، احنا في هيئه النقل العام حسب تنسيق وكنا على استعداد لتشغيل اتوبيسات اضافيه على نفس المحاور التي يعمل فيها المترو. هناك ترتيب مستمر ودائم في هذا الخصوص. طب مش مضطرب اليوم معايا يعني. كلها تم الانتهاء منها لتسليمها للطلاب باذن الله بكره؟ اكثر من 95% من الكتب. هو كان تعرفي سيادتك انه كان في ثلاث كتب على ما اعتقد كان فيهم بعض المشاكل، ووزير التربيه والتعليم قرر انه يعيد طباعتهم مره ثانيه، لكن فيما عدا ذلك الامور مستقره فيما يخص الكتاب التعليمي. واحنا عندنا بعد ما يتعلق بمصروفات المدرسه، يعني هل هيقابل اولياء الامور بكره اي مشاكل فيما يتعلق بمصروفات الدراسه؟ حد متاخر او لم يسدد او هيتم الاخاء؟ لا، هو مجلس الوزراء كان في قرار واضح من مجلس الوزراء في شأن العفاء الطلاب من جميع المصاريف الدراسيه، وحتى التعليمات اللي موجوده دلوقتي. هل تم إبلاغ المدارس بهذا القرار رسميا حتى تسهل تطبيقه؟ لا، ده اكتر من كده. المدارس تم ابلاغها انه حتى الطلبه اللي دفعوا المصاريف لابد ان تعود لهم مصاريف مره اخرى ان شاء الله. ده بس للتاكيد يا فندم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور دلال مصطفى سعيد محافظ القاهره، شكرا يا فندم على هذه المداخله التليفونيه. برضو خبر يعني ظريف لاهالي سيناء، الحقيقه خبر مطمئن ومبشر انه في زياده لاعداد المعديات بين سيناء ومدن القناه، وفي اعاده اجراءات الاحكام الغيابيه في سيناء، وده كان المطلب الرئيسي لاهالي سيناء. القوات المسلحه وافقت على زياده عدد المعديات لتيسير العبور واعاده اجراءات الاحكام الغيابيه لابناء سيناء. دكتور صلاح سالم عضو المجلس القومي لحقوق الانسان كان له لقاء مع اللواء احمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني باحد المقرات الامنيه في العريش لبحث بعض مشاكل ابناء سيناء، على راسها اجراءات العبور من قناه السويس والاحكام الغيابيه اللي بيعاني منها عدد كبير من اهالي سيناء. الحقيقه يعني تم الموافقه على زياده عدد المعديات العامله بين سيناء وبين غرب قناه السويس وتزويد منطقه الفردان بعدد 4 معديات اضافيه، كما وعد بفتح كوبري السلام تدريجيا. نقطه ثانيه،
الثانيه انه الفريق الاول عبد الفتاح السيسي وافق على تشكيل لجنه لتعويض كل المضارين في العمليات الاخيره بشمال سيناء، سواء في اراضي او عقارات او زراعات او حتى اصابات بشريه. والنقطه الثالثه الاخيره انه تم الاتفاق بين القوات المسلحه والنائب العام على اعاده الاجراءات بالنسبه للاحكام الغيابيه اللي بيعاني منها 602 شخص من ابناء سيناء. تفاصيل ناخدها من زميلنا هناك في العريش اشرف سويلم. اشرف تحياتي لك، يعني صدى هذه الاخبار في شمال سيناء. طبعا القوات المسلحه لديها مفاجآت عديده ايجابيه وان شاء الله رائعه بالنسبه لاهل سيناء، خاصه عقب انتهاء العمليات العسكريه باذن الله. الجيش سيشارك في عمليه تنمويه غير مسبوقه في سيناء بمليارات الجنيهات في دفع عجله التنميه في سيناء على محل